يعطيكم العافية. أول إن شاء الله اليوم رح نكمل درس تاريخ العرب من حد ما وصلنا الحصة الماضية، رح نكمل الحصة هاي ما تبقى من الدرس. حكينا في الحصة الماضية عن التكوين، قسمنا العرب لقسمين وعرفنا مين هم العرب العاربة والعرب المستعربة وفرقنا بينهم. اليوم بدنا نعرف يا مس كيف كان العرب بعد ظهور الإسلام وشو صار عنا. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم قواعد الدولة في المدينة المنورة، حيثما وضع الصحيفة اللي هي دستور الدولة بين المسلمين اللي كانوا بين المهاجرين والأنصار، واعتبرهم أمة واحدة من دون الناس، ورسخ مفهوم الولاء والانتماء بدل من القبيلة، كمان نظم العلاقة مع غير المسلمين. بعد هيك يا مس ساهمت الفتحات الإسلامية في العصر الراشدي في إزالة الحواجز أمام حركة القبائل اللي كانت في هناك بين الشرق والشمال والغرب، واتخذت سياسة ثابتة حتى تشجع الهجرة إلى الأمصار الجديدة. هسا رح نتعرف ما هي الأمصار، يعني هي مدن عبارة جديدة تم فتحها واستقروا فيها. اجتمع في كل من هاي الأمصار قبائل من عرب الشمال والجنوب لأدى لتكوين مجتمعات موحدة أضعفت العصبية القبلية بمفهومها الاجتماعي. هاي كلياتها كونت مجتمعات موحدة وضعفت العصبية القبلية اللي كانت مشتهرة أو منتشرة بمفهومها الاجتماعي. هذا بالنسبة للعرب بعد ما اجى الإسلام عنا، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، اعتبرهم أمة واحدة، أزال القبلية، وكمان ساهمت الفتوحات الإسلامية في العصر الراشدي إنه يصير في عنا تشجيع الهجرة للأمصار الجديدة واستقروا فيها بمختلف العرب من الشمال إلى الجنوب. نتعرف يا أول على مفهوم الأمصار. هي جمع مصر وهي مدن جديدة تم إنشائها المسلمين أثناء الفتوحات الإسلامية. ليش تم إنشائها يا أول؟ لحاجتهم المتزايدة لمعسكرات مقاتلة وتشجيع القبائل العربية للاستقرار فيها. أحد هاي القبائل أو الأمصار عندنا البصرة الكوفة في العراق، الفسطاط في مصر، القروان في تونس، وكمان عندنا مراكز تم إنشائها بالقرب من مدن رئيسية قديمة زي دمشق وحمص في بلاد الشام حتى تكون منطلق للفتوحات جديدة. وبعد ذلك أصبحت الهجرة للأمصار شرط أنهم يحصلوا على العطاء والقيء اللي هو الطعام والمسكن. هذا بالنسبة لتعريف الأمصار. عرفنا أنهم عبارة عن مدن جديدة عملوها عشان المعسكرات وتشجيع القبائل حتى أنهم يستقروا. عرفنا أمثلة على هاي المراكز اللي تم إنشائها وين كانت منشوءه، وبعد ذلك صارت منطلق لفتحات جديدة موجودة في تلك الفترة. هذا بالنسبة للأمصار اللي شجعوا الهجرة عليها من قبل المسلمين. كان سياسة التعليم اللي اتخذها الأمويين كثير أثر بشو؟ بنشر اللغة والثقافة العربية، تعريب اللي صار في تلك الفترة في بالأخص العصر الأموي. عشان هيك نظم الخليفة الأموي عبد الله بن ملك بن مروان وعرب مؤسساتها وأصبحت كلياتها باللغة العربية، حتى لغة الإدارة والدواوين كانت باللغة العربية. بعد ذلك تم سق النقد العربي للعملة بدل من النقد البيزنطي والفارسي. هاي أحد الأعمال اللي قام فيها عبد الملك بالموال، اللي هو تم اتخاذ اللغة العربية أساس للإدارة والدواوين وسق النقود، وتم نشر اللغة العربية وكانت أساس للثقافة موجودة هنا. بعد ذلك اجت عنا الخلافة العباسية. الخلافة العباسية أكدت على مبدأ المساواة ورفضت العصبية القبلية، وعملت كمان على إشراك العناصر غير العربية في السلطة والجيش ومناحي الحياة. ليش عملت على هذا الاشي؟ عشان توفق مبدأ المساواة ومبدأ رفض لأي عصبية قبلية. شاركت ناس غير عربيين في السلطة والجيش أكثر من مناحي الحياة. عشان هيك بدأ الصراع بين هاي العناصر، مما عرض الدولة إلى حالة من الضعف والتفكك. واحد، تغلب العناصر التركية والفارسية على شؤون الدولة. اثنين، الغزو الخارجي في أواخر الدولة العباسية اللي كانت موجودة في تلك الفترة. إذا بعد من هذا الإشي صار عندنا
حالة من الضعف والتفكك اللي أدى إنه يتغلب على العناصر التركية الموجودة هناك، وصار في عنا غزو خارجي في عهد الدولة العباسية. بعد ذلك يا أول تم سيطرة الأتراك والبوهيون الفرس على معظم مقاليد السلطة في العصر العباسي الثاني، فأدى إلى شو يصير عنا؟ يصير في تجزئة للدولة العباسية إلى دولات صغيرة، منها الدولة الحمدانية السلاجقة اللي كانت تظهر في ذلك الفترة، وكمان ظهرت عنا بلاد المغرب دولات كالأدارسة والأغالبة. هاي كلياتها عملت على تنشيط التعريب وين؟ في أفريقيا. ركزوا معي يا أول، هاي كلياتها أشياء صارت بالتدريج. الإسلامية بعد ذلك دخل عنا الأمويين، وبعد الأمويين العباسيين صارت عندهم تجزئة وأكثر من غزو خارجي، وتم اقتسامها لأكثر من دويلات. بعد الضعف اللي مرت فيه الدولة العباسية وانقسامها لدويلات عديدة، تعرضت بلاد العربية إلى خطرين. شو من الغزو الخارجي اللي تعرضت له بلاد العربية بعد ضعف الدولة العباسية؟ عندنا الغزو الفرنجي والغزو المغولي. ما هو الغزو الفرنجي؟ هو عبارة عن نتج عنه تأسيس عدة كيانات فرنجية في بلاد العربية، تمثلت بشو؟ مملكة بيت المقدس، إمارة طرابلس، وإمارة أنطاكيا، وكمان أمارة الرغا اللي كانت في الجزيرة الفرعونية. هذول كلهم تمثلوا عنه كيانات فرنجية في البلاد العربية بعد الغزو الفرنجي. استمر وجود الفرنجة حتى استطاع العرب المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي انه يخرجهم من القدس بعد انتصاره في معركة حطين اللي كانت في عام 1187 ميلادي. بعد ذلك تابع المماليك جهودهم المماليك جهود الأيوبيين في انهاء الوجود الفرنجي على الأرض العربية، وانهاءه على كامل الأراضي العربية اللي كانت موجودة في تلك الفترة. الغزو المغولي، هجم المغول بقيادة هولاكو أحد أحفاد جنكيز خان. أجا المغول اللي كان بقيادة هولاكو اللي هو جد يعني جده بكون جنكيز خان، اللي أسس الدولة المغولية في بغداد وقضى على معالم الحضارة العربية الإسلامية فيها. وين؟ في البلاد العربية. بعد إحراقها، بعد ذلك تقدم نحو بلاد الشام وسقطت كثير مدن في يده، وتمكن كمان المماليك بقيادة السلطان سيف الدين قطز من هزيمتهم في معركة عين جالوت، كانت في 1260 على أرض فلسطين في سنة 1400. تعرضت لغزو مغولي ثاني كان بقيادة تيمور لينك اللي دمر دمشق وحلب بعد ما استولى عليهم. إذن يا أول في عنا غزو مغولي واحد وغزو مغولي اثنين. غزو المغولي الأول اللي كانت تحت سيطرة هولاكو اللي هو حفيد جنكيز خان، قضى على أغلب معالم الحضارة العربية الإسلامية وسقطت أغلب البلاد في تحت يده. بعد ذلك أجا عنا سيف الدين قطز اللي هزمهم في عين جالوت. بعد ذلك أجت في عنا حملة تانية تعرضتها بلاد الشام من غزو مغولي تاني كان بقيادة تيمور لينك، ودمر من خلالها دمشق وحلب لاستولوا عليهم. رابعا يا أول، العرب في ظل الدولة العثمانية اللي هي سلطنة الأسر العربية. سيطرت الدول العثمانية على العالم العربي في مطلع القرن السادس عشر الميلادي باستثناء مراكش، ما قدرت إنها تسيطر عليها الدولة العثمانية. فارتبط العرب العثمانيين برابطة الإسلام واستطاعوا إنهم بعض الأسر المحافظة على مكانتها في المنطقة، وحاولوا إنهم يتحرروا من سيطرة العثمانيين. نعرف من هاي الأسر اللي كانت لسه محافظة على مكانتها في المنطقة وكانت تحاول إنها تتحرر من سيطرة العثمانيين. أول واحدة اللي هي البسرة المعنية. الأسرة المعنية حكمت في جبل لبنان في فترة ما بين 1516 ل 1697، أعلن من خلالها الأمير فخر الدين المعني خضوعه للسلطان سليم الأول. هذا السلطان أبقى عليه العثمانيون حكم جبل لبنان. بعد ذلك أجا عنا الأمير فخر الدين المعني الثاني، لأنه ذاك الأول الثاني، وتم فرض سيطرته على صيدا وبيروت.
وتوسعت نفوذ بعد ذلك لوسط حوران وعجلون. طبعا اجت عندنا معركه شو عنجر مع العثمانيين اللي كان في عام 1624 ومدوا نفوذهم لشمال فلسطين، فاضطر انه السلطان العثماني الا انه يعترف بايش بسيطره المعنيين على لبنان، لانه صار لهم اكثر من جزء. يعني عندك هون سيطره اول شيء على حوران وعجلون صيدا وبيروت وجبل العمان، اصلا كان تحت سيطرته وابقى العثمانيين على ذلك. بعد ذلك انه خلص اعترفوا العثمانيين بسيطرة المعنيين على لبنان والمناطق اللي كانت مجاورة لهم، فحصل على لقب سلطان البر وامتدت نفوذه من حلب إلى قدس والشوبة. وبعد ذلك تم القضاء على حكم الأسرة المعنية بعد موقعه في عين دارة عام 1697 مع العثمانيين. تم الانتهاء من الأسرة المعنية في موقعة عين دارة. ثاني عائلة اللي هي الظاهر العمر الزيداني، ساعد ضعف الدولة العثمانية على ظهور حركة الظاهر العمر الزيداني اللي عمل على توسعة نفوذه وين يمس في فلسطين، وأخذ عكا عاصمة له، وبعد ذلك مد حكمه لحوران وجبل عجلون، وكمان حاول انه يعزز مركزه انه يتحالف مع الدول المجاوره له ومع والي مصر بالذات، فوطت علاقه الامن والاستقرار في فلسطين. بعد ذلك حاول انه يعمل على استقلال الدول العثمانيه، انه يفصل عنها ويستقل عن الدوله العثمانيه. فشو عمل؟ صار بطل يدفع ضرائب للعثمانيين وعمل معهم أكثر من معركة. إذا واحد امتنع عن دفع الضرائب العثمانيين وقاد معهم أكثر من معركة حتى يحافظ على إمارته، إلا أن الدولة العثمانية نجحت في القضاء على حكمه اللي كان في عام 1775 ميلادي. ثالثا اللي هم الأشراف في الحجاز. من هم الأشراف يا أول؟ اللي هم كانوا يتمتعوا بوضع خاص في إمارة مكة. دائما بس نعرف الأشراف يعني موجودين في شبه الجزيرة العربية وبالأخص يا إما في الحجاز أو في مكة. ليش كانوا يتمتعوا في مكانة خاصة في إمارة مكة؟ بسبب مكانتهم الدينية والتاريخية اللي بتعود للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنهم ينحدروا من أشراف مكة وآل البيت اللي كانت أصولهم العربية العدنانية. طبعا في هاي الفترة ما شهدت في التاريخ احتفاظ بامتداد نسبها على نحو يلي اتصفوا به، كان لمركزهم شريعتهم الدينية والتاريخية، وتواصلوا مع خدمتهم للعرب والمسلمين بعد ذلك اللي كانت ممتدة على مدى التاريخ. فكان الهاشميون عبر التاريخ موقعهم بين القبائل باعتبارهم انهم كانوا قادة للإصلاح والمشورة. بعد ذلك من أجل ذلك ساعدت الدولة العثمانية أنهم يحصلوا على اعتراف الإشراف بسيادة الدولة العثمانية على الحجاز منذ عهد جدهم الشريف أبي نمر. يعني يا مستك تفهمي من الموضوع الإشراف أنهم كانوا دائما بسبب مكانتهم الدينية والتاريخية ونسبهم لأشراف مكة وآل البيت والسلالة اللي كانوا يتبعوا لها، طبعا ظلهم محتفظين في هذا الإشي وتواصلوا مع أغلب المسلمين اللي كانوا ممتدين على هذا الموقع وكانوا باعتبارهم قادة إصلاح ومشورة. فعشان هيك أجت العثمانيون وحاولوا أنهم يوصلوا لاعتراف بسيادة الدولة العثمانية عن الحجاز منذ عهد جدهم الشريف أبي نمر. هذا بالنسبة للإشراف في الحجاز. أما بالنسبة للدولة الزيدية في اليمن، ظهرت في أواخر العام 1597 ميلادي على يد مين؟ على يد الإمام القاسم الزيداني. هذا شو عمل؟ تمكن من أنه يفرض سيطرته على معظم الأقاليم اللي كانت موجودة بين صعدة وصنعاء. لقبوا اللي هو القاسم الزيداني بلقب أمير المؤمنين. فناصب العثمانيون العداء وحاربهم وأعلن انفصاله عنهم واستقلاله عن الدولة العثمانية. ولكن بعد وفاته بايع أتباعه اللي هو ابنه محمد اللي الذي تم في عهده إخراج العثمانيين من اليمن، ولكن تحت سيطرته كانت مفروضة على صعدة وصنعاء ولقب بأمير المؤمنين.
رغم كل المحاولات اللي قام فيها العثمانيين حتى يفرضوا سيطرتهم على اليمن، لكنهم بالنهاية فشلوا يا أول. فشو عملت الدولة العثمانية؟ لجأت لقوتها، إجلاء قواتها عن اليمن، اللي أصبحت أول ولاية عربية تنفصل عن الدولة العثمانية. إذا من هي أول ولاية تنفصل عن الدولة العثمانية؟ اللي هي اليمن. وبعد ذلك تمتعت اليمن باستقلالها اللي ما يزيد عن 200 عام تحت حكم الأمة الزيدية، إلى أن عاد الحكم العثماني إليها في عام 1872 بعد مرور 200 عام. الأسرة الخامسة اللي هي بوسعيدية في عمان. متعت الأسرة البوسعيدية بحكم مستقل عن الدولة العثمانية، وتصدت إلها اليعاربة للغزو والبرتغالي، وحرروا بلادهم كان في القرن 17 ميلادي من السيطرة الأجنبية. شو عمل عنا أحمد بن سعيد يلي عمل بتأسيس حكم الأسرة البوسعيدية اللي عملت على توسعة على طول الساحل الأفريقي الشرقي؟ هاي واحد عملوا على توسعة الساحل الشرقي، وكمان أقاموا معاقل لهم في مومباسا ورجنبار تنترانا حتى سواحل مدغشقر. هاي أحد أهم الأشياء اللي قام فيها أحمد بن سعيد في الأسرة البوسعيدية. هذول تقريبا هم الخمس أسرات. ظلت عنا الأسرة الدولة السعدية، بس قبل هيك خلينا نتعرف كيف نجح العثمانيين في بناء أسطول كبير سيطر على أنحاء الساحل الأفريقي اللي كان موجود عليه البوسعيدية. طبعا هذا بيعود للصومال وجيبوتي من القرن الأفريقي، وكمان للمضيق موزمبيق. امتد نفوذهم في القارة الأفريقية إلى منابع النيل وكونغو. هذا بالنسبة لنفوذ وشو نجاح العثمانيين بعد ما عملوا على بناء أسطول كبير في تلك المنطقة. عندنا يمس الدولة السعدية اللي هي كانت موجودة في منطقة المغرب الأقصى اللي هي مراقش. ما خضعت هاي الدولة لسيطرة العثمانيين، وحملت كمان مقاومة ضد مين؟ الإسبان والبرتغاليون. إذا شو عملت الدولة السعدية؟ كانت في حملة ضد الإسبان والبرتغاليون، وبعد ذلك تعاقب على حكمها 13 سلطانا. 13 سلطانا كان بتعاقبوا على حكمها ما يقارب القرن ونصف قرن. وبعد هيك اجى الاشراف العلويين اللي ما زال بيحكم المنطقه المغربيه حتى الوقت الحالي. هذا بالنسبه للدوله السعديه حتى وقتنا الحالي، كانت منفصله عن الدوله العثمانيه وما خضعت اصلا لحكمها، وكانت دائما في مقاومه ضد الاسبان والبرتغاليون، وتم تعاقب على حكمها 13 سلطان. هيك بكون يا اول انتهى درسنا. واجب علينا حل الأسئلة، ويعطيكم العافية.